حلو، ما كنتش اعرف انك بتحب الست قوي كده. لا مش بس الست، ده انا بحب الست وبحب حاجات تانية كمان. زي ايه؟ اولهم انت واخرهم. واخرهم صباح برضو انا. يا لهو عليك يا زحمه. يا لهو عليك انت. احنا هنقضيها بقى كلام ولا ايه؟ هقوم اجيب لك تاكل. لا 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 لا، خليك قاعده. اكل ايه وبتاع ايه؟ انت الاكل والشرب والمزيكا والهزار كله. يا لهو عليك يا زحمه. بقولك ايه، بلاش سي احمد دي، هي احمد وخلاص. يا احمد الباب يخبط. طب وايه يعني ما الباب يخبط؟ هروح افتح. لا ما اروح انا افتح، تفتحي كده ازاي؟ انت كده تقفلي. انا افتح. تعالى 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 تعالى. حبشي ايه اللي حصل؟ احمد سامحها تعبت وديناها المستشفى. جرى لها ايه؟ ما اعرفش، انا كل اعرفه انها لازم تولد بعمليه. بس ده مش معادها. ايوه بس ده كل اللي اعرفه. مالك بتفكر في ايه؟ بفكر في ايه بس؟ انا حاسس ان انا زي المشلول، مش عارف افكر في اي حاجه. لا تشليت ولا حاجه بعد الشر عليك يا احمد، خش بسرعه غير الجلابيه وتعالى معايا. لا دي مع نفسها، بسرعه انت بس عشان نلحق التانيه بدل ما تضيع من ايدينا. هتغير هدومي واجيلك بسرعه. استنى. ما تقلقش يا عم ابو شعيشه، ان شاء الله خير باذن الله. خير ان شاء الله. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. امال احمد ده اخوك فين؟ احمد في الشغل، وبعت حبش عشان يجيبه، جاي على طول. الله يكون في عونه، ربنا يقومها له بالسلامه. فين جوزك؟ يا لطيف الطف يا رب. خير، انا ابوها. هنضطر نولدها سيزيرين. يعني ايه دي يا محمد يا ابني؟ يعني عمليه قيصريه حق فتح بطن يعني، وفي الحاله دي لازم جوزها يمضي على تعهد بانه موافق بالعمليه. اهو جوزها جه. تعالى يا احمد الحق. خير يا محمد؟ اسال الدكتور. خير يا دكتور، سميحه مالها؟ صلي على النبي يا ابني، عليها افضل الصلاه والسلام. خير ان شاء الله. لازم تعمل عمليه دلوقتي حالا. عمليه ايه؟ الجنين يا سيدي عامل شويه مشاكل وعاوز يجي قبل ميعاده. طب ما تيلا يا دكتور، مستنيين ايه؟ امضينا التعهد ده. حاضر اتفضل. يا رب يا رب. يا لهوي ايه اللي انت بتعمله ده يا راجل؟ ويا لهوك ليه بس يا ولية؟ هو انا بعمل حاجة عيب ولا حرام؟ ده انا بلعب رياضة. رياضة؟ رياضة ايه اللي بتعملها ومرات ابنك بتولد؟ انت عايزان اعمل ايه لمرات ابني ان شاء الله؟ اروح اولدها بنفسي؟ عايزان اعمل لها ايه بالظبط يا رتيبة؟ تعمل ايه؟ انا مش عارفة انت ازاي جاي لك قلب تسيب ابنك في المستشفى لوحده. ومين قالك ان ابني لوحده؟ ما هو معاه وحبشي معاه والدنيا كلها معاه، الدور والباقي علي انا. انا اللي طول عمري عايش لوحدي، مفيش اي حد معايا. لوحدك ازاي توفيق؟ انت جرالك ايه يا اخوي؟ مالك فيك حاجة؟ اقولك وما تزعليش يا رتيبة. قول يا اخوي، انا ما زعلش منك ابدا بصراحة كده يا بنت الناس. أنا عايز أتجوز.